أيام قليلة جدا انتشرت دراسة جديدة في موقع The Health Site، وقالت إن النوم أقل من 7 ساعات يوميا وصحيان بدري جدا أو القلق طول الليل وعدم أخذ أكبر قدر من الراحة ممكن إن هو يسبب إصابة الشخص بالسكتة الدماغية أو الأزمات القلبية بعد الشر طبعا علينا. التقرير قال إن الحرمان من النوم ليه أضرار كبيرة، وده اللي أكدت عليه منظمة الصحة العالمية اللي أبحاثها قالت إن قلة النوم مرتبطة بمجموعة من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وإن الإنسان اللي بينام عدد ساعات قليل جسمه بينتج هرمونات التوتر اللي بتضيق الأوعية الدموية وبترفع ضغط الدم طبعا. يعني مخاطر كتير جدا جدا من قلة النوم. والسؤال دلوقتي هو إزاي ننام كويس وناخد راحتنا الكاملة، وده اللي هيجاوبنا عليه دكتور حاتم إبراهيم عودة، خبير طب النوم بالجمعية الأوروبية لأبحاث النوم. وصباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ ياسمين، وأهلا بمشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك. خلينا في البدايه نتكلم ونعرف اكتر عن اضرار قله النوم على الصحه العامه وعلى القلب بالتحديد، لان كلنا طبعا مش بناخد كفايتنا في النوم بحكم الشغل طبعا وقله الاجازات وكده، فخلينا نطمن اكتر. تمام. اول حاجه احب اعرف يعني ايه كلمه النوم. النوم هو حاله فسيولوجيه او حاله طبيعيه متكرره فيها بيبقى يحصل انخفاض للمجهود العضلي والعقلي، وانخفاض برضو مصاحب ليه لدرجة الوعي. والحالة دي حالة طبيعية ومتكررة زي ما أنا قلت، وسهل انعكاسها، يعني سهل إن أنا أصحي اللي نايم أو أصحى من النوم بسبب ألارم بقى، منبه، حد صوت عالي برة أو حاجة زي كده. وده اللي بيفرق النوم عن اللي هو الغيبوبة أو الوفاة. تمام. فده تعريف النوم. النوم في فرق كبير جدا بين الأرق والحرمان من النوم زي اللي انت حضرتك قلتيه. الأرق ده بيبقى حاجة ثانوية أو سبب ثانوي لحاجة أساسية لاضطراب آخر في مكان تاني في الجسد، يا حاجة عضوية زي مثلا مشاكل الغدة الدرقية، زي مشاكل انقطاع التنفس أثناء النوم. الحاجات دي حاجات عضوية بنحب نستثنيها الأول قبل ما نشوف هل هو ده أرق أو حرمان من النوم، ولا سبب نفسي آخر زي اضطراب الاكتئاب أو اضطراب الأرق القلق عفوا اضطراب القلق، اللي هو احيانا بيبقى من الاعراض الجانبيه بتاعته او من الاعراض المصاحبه ليه اختلاف في النوم، زياده في النوم او قله النوم. طبعا يعني طبعا ده كلام عظيم، ويعني لحد ما فهمنا منه الفرق بين الارق والقلق، لكن خلينا نعرف من حضرتك كده شويه نصايح عشان المشاهدين يستفادوا اللي ممكن نوجهها طبعا ليهم عشان يناموا بشكل صحيح، خصوصا دلوقتي في امتحانات ثانويه عامه والطلبه اكيد ما بتنامش خالص، فلو حضرتك توجه لهم النصايح. أهم حاجة إن أنا أحافظ على روتين دائم. روتين دائم، الروتين كلمة أحيانا الناس بتستبوخها شوية، لكن كلمة روتين دي حاجة كويسة خصوصا في النوم، إن أنا أحافظ على ساعة استيقاظ ثابتة. تمام. ساعة الاستيقاظ هي اللي بتحدد أنا هنام إمتى، خصوصا أنا تعبت فهخش أنام بالليل علشان أصحى، فأنا أحاول أثبت ساعة الاستيقاظ بتاعتي. تمام. زي ايام لما نكون ملتزمين بالمدارس، فالساعه اللي احنا مثبتينها عشان بنصحى كل يوم في نفس الميعاد، نيجي بالليل ننام مفيش اي مشاكل. تاني حاجه حرمان بقى من النوم، او ده بيبقى بسبب بقى عوامل خارجيه، ان انا المكان اللي انا نايم فيه مثلا درجه حرارته مش كويسه، في ازعاج، في انا ما بطشي او حاجه زي كده، نبتاجي في مكان بيتصلوا بيا علشان حاجات طارئه، فممكن ان انا ايه ابقى نايم وانا يعني مش دايما يعني اون كول، يعني دايما جاهز بالظبط زي الاون كول كده. ده هو ده بقى اللي هي ايه الحرمان من النوم. اللي هو انا جسدي عايز ينام ومخي عايز يخش في مرحله النوم، بس في عوامل خارجيه عندي بتخليني ان انا مش قادر يعني يبقى النوم ده متواصل او يؤدي وظيفته، او انا مثلا اللي عملت الحرمان للنوم ده من بسبب سلوكيات خاطئه ليا، زي مثلا فتره الامتحانات. جت فترة الامتحانات فحصل لي شوية قلق، فالقلق ده نتج عنه إن أنا بقيت قلقان مش عارف أنام، عمال أفكر، فابتديت أعمل سلوكيات ضارة أو سلوكيات تخلي المخ يحب السلوكيات دي أكتر من النوم، زي إن أنا مثلا أروح آكل، زي إن أنا مثلا أقعد على الموبايل وأقعد سكرول. الحاجات دي كلها بتكافئ المخ، فالمخ يقول لا أنا مش عايز أنام، أنا هسهر
علشان اعمل الحاجات دي اللي تخليني سعيد او طب ان انا بمناسبة بفكر. ان احنا بنقول ان الشخص ممكن ياكل حاجة او كده، يعني احنا عارفين ان في مشروبات كتير بتساعد على النوم زي النعناع، اليانسون، الكاموميل، الحاجات دي. هل في تمام، اكلات بقى معينة لو كلتها كده قبل النوم تساعدني شوية على النوم؟ هي منتجات الألبان بشكل عام الحاجات دي كويسة، بتهدي يعني بتساعد على الدخول في النوم، الحاجات اللي فيها كالسيوم بشكل عام يعني دي برضو بتبقى مساعدة على الدخول في النوم أو الاسترخاء أثناء النوم، بس برضو مش هي يعني العامل الأساسي. العامل الأساسي هو الروتين بتاعي، إن أنا كل يوم بصحى في نفس الميعاد حتى لو في يوم الأجازة، لكن أنا مثلا ممكن في يوم أجازة أقول خلاص بقى مش مشكلة، أنا وريش حاجة بكرة فأسهر زي ما أنا عايز، أحرم نفسي من النوم واعمل حاجات تسليني بقى، فابتدي ان انا اغير من النمط بتاعي، فده يؤدي صح، ان نومي يتلخبط. تمام، أكيد. فاحنا بنحب الاول نستثني الاسباب الجسديه للارق او الحرمان من النوم، زي ما قلت حضرتك مشاكل الغدد، مشاكل التنفس، ارتجاع المريء، اي حاجه ممكن تخلي اللي انا يحصل لي يعني عدم استمراريه في النوم او ارق وكده. نستبعد عظيم. الحاجات دي، نشوف هل في مشكلة جسدية نفسية زي اضطراب القلق أو اضطراب الاكتئاب أو أمراض نفسية أخرى هي اللي مؤدية لكده. لو لقيت صح، الموضوع سلوكي بحت، أبتدي إن أنا لازم أعدل أعدل في سلوكي سلوكي. عظيم بالظبط كده عظيم بحاجات جدا. كتيرة جدا. إن أنا أول حاجة زي ما قلتها تثبيت ساعة الاستيقاظ، أنا هثبت ساعة الاستيقاظ، أصحى من النوم ما أقعدش بعد ما أصحى في السرير اكتر من 5 دقائق، يعني الساعه 8 8 و5 انا بره السرير. تمام، عظيم جدا، عظيم جدا. احنا الحقيقة بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حاتم ابراهيم عودة، خبير طب النوم بالجامعة الأوروبية لأبحاث النوم. طبعا مهم جدا جدا ان احنا نخلي بالنا ونسمع النصايح اللي الدكتور وجهها لنا، خصوصا لطلاب الثانوية العامة، ربنا معاهم طبعا، عشان النوم حاجة مهمة جدا جدا في يومنا.